مكملين مع حضراتكم كلامنا عن المعرض. الحقيقة انه يعني زي ما محمود كان بيقول وكل الناس اللي زارت المعرض خلال اليومين اللي فاتوا بيتكلموا عن المزايا الكبيرة اللي بتقدم من خلال المعرض السنة دي للقراء. خلينا يعني نتكلم مع حضراتكم عن الإقبال الجيد الموجود خلال اليومين اللي فاتوا من مختلف الفئات الحقيقة ومختلف الأعمار من المواطنين. خلينا كمان نتكلم عن التسهيلات اللي بتقدم في هذه النسخة السنة دي من معرض الكتاب. هناك تطبيق موجود علشان نسهل على الناس معرفة كل ما يخص المعرض، الكتب المعروضة. هنعرف مع حضراتكم كل التفاصيل عن كل أساليب التسويق الجديدة في المعرض السنة دي وشكل الإقبال عامل إزاي. دلوقتي معانا على التليفون أستاذ محمد الفي، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب. مساء الخير على حضرتك، وبداية لو تقولنا شكل الإقبال الجماهيري على المعرض خلال اليومين اللي فاتوا. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، ومساء الخير على مصر والوطن العربي، وكل سنة ومعرض وانتوا بخير يا رب. وحضرتك بخير يا فندم. احنا طبعا اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي شهد إقبال جماهيري برضو لليوم التالي على التوالي، إقبال جماهيري كثيف جدا. الجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب كما تعودنا منه ما زال حريص كل الحرص على التواجد بكثافة في المعرض، وطبعا ده يعني بسبب انه بيجد يعني وجبة ثقافية دسمة من كل أرجاء المعرض، يعني زي ما هو بينتظر من السنة للسنة. طبعا السنة دي الدورة الـ54 بتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف على هذه الدورة، وبالإضافة إلى أن في 1047 دار نشر مشاركة، وطبعا في تخفيضات كبيرة. دور نشر مش بس مصرية أستاذ محمد، دور نشر يعني أيضا دور نشر عربية. في دور نشر، في مشاركة دولية 53 دولة عربية وأجنبية مشاركين في أكبر مشاركة دولية تقريبا في المعرض القاهرة الدولي للكتاب. ده طبعا بالإضافة إلى أن في تخفيضات كبيرة جدا، في تسهيلات وزارة الثقافة مقدماها. معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع، وبناء عليه خصص الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب جناح مخصص لهذه المبادره. احتوى الجناح على كتب لا يزيد سعرها على 20 جنيه. طبعا اقبال كبير جدا من الجمهور على هذا الجناح، بالاضافه الى تخفيضات اخرى في الجناح الرئيسي للبيع للهيئه وقطاعات وزاره الثقافه. وايضا دور النشر المشاركه بالكامل بيقدموا خصومات وتخفيضات يعني تسهيلا للمواطن في هذا العرس الثقافي السنوي الكبير. طبعا في تسهيلات اخرى مقدمه لكبار السن بيدخلوا مجانا، وايضا ذوي القدرات الخاصه بيدخلوا مجانا هم وذويهم يعني وعائلتهم بيخشوا مجانا، مع تقديم التسهيلات والمساعدات داخل أروقة المعرض من خلال الشباب المشارك في برنامج أنا متطوع. عدد كبير من الشباب بيسهلوا وصول المواطن إلى الجناح اللي عايز يروحه. طبعا بالإضافة إلى أن في أكثر من 500 فعالية ثقافية على هامش المعرض، من ضمنه طبعا نصيب كبير للطفل من خلال صالة 5 اللي مخصصة للطفل، سواء أجنحة لبيع الكتب او فعاليات ثقافيه زي ورش الحكي والرسم وورش رسم وورش تفاعل مع الكتاب وادباء ادب الطفل. بنستضيف احد ادباء وكتاب الطفل، وبيجتمع بالاطفال وبيلتفوا حوله وبيحكي لهم قصه من مؤلفاته، وبيقوم بالتحاور وبيتحاوروا مع الاطفال على القصه او الحكايه اللي بيحكيها لهم. طبعا سعاده بالغه للاطفال في حاجه زي كده. وطبعا كثير من التسهيلات وكثير من الفعاليات الثقافيه والفنيه، هناك فقرات فنيه مشترك فيها كل قطاعات وزاره الثقافه، والجمهور طبعا بينتظر ده، عارف كده من السنه بينتظر ده كل سنه في معرض القاهره الدولي للكتاب. صحيح. طبعا
استاذ محمد، انا يمكن عايز اسال حضرتك عن يعني الصعوبات اللي واجهت حضرتك في التسويق السنه دي المختلف. هل في اساليب جديده غير الاساليب التقليديه اللي احنا متعودين عليها تم استخدامها، استخدموها دور نشر معينه داخل المعرض؟ احنا عاملين اضفنا خدمه وحده البيع الالكتروني من خلال المنصه للي مش هيقدر يجي المعرض نظرا لبعد مسافه او ايا كان ظروفه. يعني احنا عملنا في بروتوكول تعاون ما بين وزاره الثقافه ممثله في الهيئه المصريه العامه للكتاب ووزاره الاتصالات ممثله في الهيئه القوميه للبريد، عاملين بروتوكول تعاون لتوصيل الكتاب الى بيت الى المنزل اللي بيطلب بيخش المنصه بيختار الكتاب اللي هو محتاجه بحد اقصى في كل بعيثه 5 كتب بيتم توصيلهم لحد باب بيته بقيمه توصيل 10 جنيه فقط. ده طبعا بسعر يعني يكاد يكون مجانا يعني. ده لكل المحافظات؟ لكل المحافظات لحد اسوان لحد ابعد نقطه في مصر. ده للسنه الثانيه على التوالي تسهيلا للي مش هيقدر يحضر المعرض، احنا بنروح له بالكتاب لحد بيته، وان شاء الله هتبقى مستمره بعد المعرض ان شاء الله، هتستمر بقيه شهور السنه ان شاء الله. تستمر بعد المعرض ازاي؟ معلش قف. هتستمر يعني هيبقى الخدمه دي هتفضل موجوده حتى بعد المعرض. هتبقى المنصه مفتوحه وهيتم توصيل الكتب ان شاء الله للي بيطلب، المنصه هتظل مفتوحه ان شاء الله. عظيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد الفي، وكيل وزاره الثقافه ورئيس الاداره المركزيه للتسويق بالهيئه المصريه العامه للكتاب، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي في التاسعه.